عالمي وبحق بطبعا اداءه وانجازاته وكذلك نال الاحترام وتقدير كل الفعاليات سواء هنا في المغرب او في ارجاء المغرب. هنا صور لذكرى للاعبين الرجاء والسلام على طبعا الملك محمد السادس الذي ترقص هذا الحفل الكبير ربح ايضا للمملكه المغربيه. أطراف المغرب على حسن التنظيم، حسن الضيافة والاستقبال، وبشهادة بلاطير. نعم المغرب هو مغرب التحديات، مغرب تنظيم البطولات الكبرى، وكل التوفيق إن شاء الله للمغرب لإنجاح النسخة القادمة، النسخة 11 بمدينة أكادير ومراكش. المغرب أيضا مقبل على كأس إفريقيا للأمم في 2015، إذا الأوراق مفتوحة. المغرب يتكلم بلغة الرياضة التطورات الكبرى في انتظار أوروبا.